ما نسنيش الإبروك، ما نخليش الشركة تجي. ما قام به أنه استدعاهم وقالهم بالسيف تمضي، لأنه الدولة اللي تمتلك أمنيش تمضي ولا إخلي ماشي نكمل فكرة. لا عنده الحق أمين. علاش عنده الحق؟ عنده الحق. أنت تدافع على طرف. مانيش ندافع. أنا نهضر لك الروجي. الدولة الدولة راهي تمول الأندية. أوكي. نعم. الدولة من حقها تراقب الأندية. الدولة من حقها تراقب الأندية، ولكن ماشي من حقها تدخل روحها في الشؤون تاع الفريق لما يكون احتراف حقيقي. كيفاش حبيت نديرو؟ ما راهوش احتراف حقيقي. الدولة الدولة هي اللي تمد الأموال للفرق، تراقب الأموال تاعها، راهي تمد الأموال للفرق حبينا ولا كرهنا. واحد ما يجي رئيس نادي يجي يقول لي أموال تاعي بما فيهم الشركات، الشركات هي تاع الدولة، موبيليس تاع الدولة، سوناطراك تاع الدولة، إبروك تاع الدولة، الآن سيربور تاع الدولة، أبار تاع الدولة، تاع مدار، شركة مدار تاع الدولة الجزائرية. واحد ما يجي يقول لي يعني نمن على الفريق هذا، الدولة هي اللي راهي تمول الفريق، وبالتالي من حقها أنا معاك أنها تراقب، ولكن هي اللي ما تدخلش في الشؤون الداخلية تاع الفريق. من حقها الدولة تراقب كاع السنتيم تاعها وين يروح، ولكن ماشي من حقها باش هذوما اللي يمدوا درام يحطوا رئيس ولا يجيبوا لاعبين. يا خويا الحكم للجمهور، أنا أعطيت رأيي وأنت أعطيت رأيك والجمهور الكريم هو اللي أمين رأيك، هو اللي خلاص أعطى رأيه ونقعدوا نعاودوا في نفس الكلام. أعطيت رأيي محمد. خلينا نروحوا لآخر تصريح. جولي اللاعب السابق لموناكو والبارسا ولعب في المنتخب الفرنسي يتحصر على الموهبة بوعناني، يعني بن شيخ هذا الشاب الذي حتى والخسارة أمس، فريق نيس خسر أمس أمام نادي ستراسبورغ، إلا أنه كان أحد نجوم اللقاء بتمريراته بمراوغاته. سيان جان اللي راه الآن يلعب سينيور وهو أو يلعب في الفريق المحترف وهو مازال في سن صغيرة، قال بأنه فرنسا ستندم كثيرا على هذا الشاب، وقال أنه قد سيتجاوز رياض محرز، واعتبر موهبته أحسن من موهبة سامير ناصري ونبيل فقير. أنا والله ما نتكلمش على اللعب هذا جولي، نتكلم على نونسيان جوار واحد آخر اللي تكلم على هذا وعناني هو اسمه علي بن شيخ. ماذا بيك تقول علي بن شيخ ما تقول جولي؟ خطاش احنا ولينا ما زالنا الاستعمار هنا، ما زال عندنا استعمار هنا. لوسكو نونسيان جوار بارل دو تال جوار بلي مليح وكذا، جوز هكذاك. لا ما جازتش هكذاك، كيف كلمت عليك انت؟ جوز هكذاك عند الناس، احنا عند الناس جوز هكذاك. قال لك جولي؟ لا جولي، علاش دوزنا الديكلاسيون تاع جولي؟ ساتكلم لماذا مرينا ديكلاسيون تاع جولي، لانه وسائل الاعلام الفرنسيه انتقدت هذا الكلام، الكثير ما عجبوش هذا الكلام، قال لك علاش يقول بانه هذا عنده الموهبه وعلاش فرنسا سمحت، ماشي سمحت فيه باسكو هو اللي قام بالخيار تاع هذا اللاعب، اللاعب هو اللي خير يلعب بالمنتخب الجزائري. حنا نقول لك باللي لما حاجه تتعلق بالجزائر من لاعب دولي فرنسي سابق كيما كي نتكلموا حنا، ممكن كي نتكلموا على حاجه تاع فرنسا تكلمنا حنا على حاجه على تونس حطوها في وسائل الاعلام التونسيه ونفس الشيء فيس فيرسا. يعني قلنا باللي لاعب دولي فرنسي سابق اتكلم كيما هضرنا على دوميناك لما تكلم على بودبوس، يعني ما قلناش بانه هذا اللاعب احسن من فلان ولا فلتان، قلنا باللي هذا لاعب دولي فرنسي او يقول هذا الكلام هل معه حق ام لا؟ كيقول باللي هو احسن ربما من ناصري ومن فقير في الموهبه. لا ما نجموش نحكموا عليه دركا احسن من ناصري وفقير وفقير، مازال نحن نجمو نقولوا هذا اللاعب تكلمنا عليه باللي عنده دي كاليتي تكنيك في المستوى. نعم. وكي لعب الجيري فرنس ولعب دلوت كوتي تكلمنا عليه بلي لعب تكنيكمون إلي إكسيلون. درك باش نتحكموا على الناصري ولا الآخر سنا نشوفوه من القدام، باسكو الناصري لعب في لي غران كلوب ولعب اون إيكيب دو فرنس مدة طويلة. ماشي كيف الناصري لعب في لي غران كلوب ولعب في اون إيكيب دو فرنس وكذا وطول كيما يقول لك، مي c'est un joueur qui a de l'avenir. C'est un joueur qui a de l'avenir. عنده دي كاليتي. دوك ينتقدوه اللي فرنسي لان اختار الجزائر. اختار الجزائر وما عجبهمش الحال. كي قال هذا الكلام اللي ما عجبهم الحاج سويسير، الناس اللي ما يحبوش اللي بي ناسيونو هادو ما يحبوهمش، ما دبيهم يخطيوهم يروحوا لفرنسا، هادوك ممكن اللي ما عجبهمش الحال، بصح اللي فرنسي ولا اللي يحبوا كرة القدم ويحبوا ليكيب دو فرنسا لي زيكيب دو فرنسا تاعهم، هادوك يغيدوا من الحال كي راح، دونك فرق كبير وفي هادي في هادي عنده الحق. محمد شوف ولا إلى ريزيمي تو عليه،
وهي لا مارج دو بروغريسيون تاع بو اناني يعني مازال كبيره الله يبارك. ما يطلع بسرعه يعني او يطلع بسرعه. لعب مع المنتخب الفرنسي، نال العاب البحر الابيض المتوسط، لعب ضد الجزائر، الان راهو مع المنتخب الاول في سن صغيره، راهو يلعب وتكونفوكا، كان يتكونفوكا دوكا، راهو يلعب في نادي نيس الفرنسي كلاعب مع الفريق المحترف مع ليكيب بريمير. جو بونس كو كومام راهو لي كاليتي تكنيك فيزيك اي مورال موجودين عند هذا اللاعب هذايا، ولا بروغريسيون تاعو قلت لك مازالها كبيره. نستناو لان لما تقارنوا مع ناصري، ناصري لعب في ارسنال، في سيتي، في سيفيل، المنتخب الفرنسي، مارسيليا قبل هذا، ايه مارسيليا، مارسيليا لعب 17 سنه. ولكن هذا بو عناني هدايا يعني لو يكمل في هذا نفس المنوال هدايا راح يكون المستقبل تاعو بدون شك زاهر. والله يا امين حبيت نعطيك صوره قبل ما نمروا الفاصل الاشهاري وبعدها نقول كلمه على هذا الولد هذا. ولا عنده مناجر مليح، جيسبر يكون عنده مناجر مليح، ولا باباه اللي يسمعنا نصيحه غير سي كيفاش يديه لا في انجلتر كارسنال، ولا يشوف مع فانغر اللي عنده لي رولاسيون، باسكو علي جابها كي لي سهله لا يقدر غير يدير ارسنال بيان سور. نو يتكلم مع فانغر، فانغر في ارسنال ويشوف شاف يشوف هذا اللاعب لي باسكو سي لو بلون تكنيك تما يفا بروغريسي، وكاع سي دي جون ارسنال تلونسي لي جون تما اللي يروح بعيد باسكو يقعد في نيس، في نيس يولي كينيس كيف كيف كيما هما كاع لازم يروح، فوق يروح ما بيد صغير. قبل ما نروحوا لفاصل اشهاري حبينا نوروا صوره ونتكلموا على فريق او المنافسه القاريه وفوز الاهلي المصري 3-0 امام الترجي الرياضي التونسي، في حين امس سان داونز رغم خروج لاعبين لاعب ثاني في الدقيقه 95 لاعبين صفر مقابل صفر امام الوداد البيضاوي. المدرب واللاعب السابق للمنتخب التونسي اعطينا الصور نشاهدهم استقال عقب نهايه اللقاء 3-0 في ملعب ارادس. ثقافه الاستقاله محمد قاسي سعيد، نبيل معلول قرر الاستقاله رغم انه مازال فيه لقاء العوده يعني، ولو انه 3-0 الامور حسمت. الاهلي المصري مثلما توقعت، الاهلي انا مازال متاكد انه الاهلي سيواجه سان داونز في النهائي. انت مازال ما قلت لنا سان داونز ليس بالفريق القوي، قلنا فريق منظم. لا 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 تقول لي ما لا اقوله. قلت لك شباب الوزان كان ضعيف، والاهلي لما خسر 5-2 كان خرج من كاس العالم تاع الانديه. اليوم الاهلي استرجع القوه تاعو، شفنا واش عمل في هذه المقابله. لا ترجي هو اللي ضعيف، نولي لانه ترجي امام شبيبه القبيل كان بامكان الشبيبه ان تتاهل. نولي لا بالمدرب حمدي مستحيل باش تاهل. قريب سجلنا في الدقائق الاخيره، قريب سجل ولكن ما تاهلناش. نولي نبيل معلول، نبيل معلول لعب دولي تونسي، لعب كره القدم ويعرف ويعني يعرف كل شيء، رغم انه مازال الدوري التونسي هو في المرتبه الاولى. لا ماهوش في المرتبه الاولى، يعني يقدر يلعب على الدوري التونسي يقدر، ولكن ماهوش في المرتبه الاولى، ولكن في تراجع. لما يحترم نفسه مدرب يشوف باللي كانت عنده مهمه هدف ما لحقش يقول لك انا واش قاعد ندير، استقيل احسن خليهم يخرجوني من باب ضيق. ثقافه الاستقاله امين اكساس عندهم ما عندناش احنا كثير، احنا كل واحد يقول لك راني في يد الاتحادية، واحد يقول كان في يد المديرية الفنية، واحد يقول خلوني نخمم، واحد يظهر ليك بعد وقت معين ومازال ما على بالناش مانبا هل استقال ام لم يستقل. في لحد الان لا ندري اين ما هو مصير منتخب او مدرب المنتخب ولد علي. لحد الان لم يصدر اي قرار فيما يخص ولد علي مثلا، يعني الامور دائما مبهمة في الجزائر. رضوان هذه ثقافة المدرب، هذا المدرب عنده ثقافة مع روحه، كان عنده اوبجيكتيف ما لحقش لهذا الاوبجيكتيف استقل، باسكو هذه داخلة في شخصية تاع الانسان، عندها علاقة بشخصية خاصة، هذه داخلة في هدايا باسكو الناس تحترمك لما تستقيل. اسمح لي كوبينيش، هدايا ماشي خبزيس العامية نهضر لك باش الناس يفهمونا تاني. نبيل معلول دوك اكزومبل ما يحكمش قدامنا، يروح يخدم في بي ان سبور بار اكزومبل، محلل قدامنا بيا وبالقدر وقدامنا. احنا توعنا علاش ما يستقال ما يمدوش الاستقاله ديالو؟ علاش ما يحطش الاستقاله ديالو؟ باسكو على باله بلي دوك يحبس منا، يقول لك قدامنا يبدا يخمم ما نخدم في حتى كلوب، بالك ما نوليش نخلص، بالك كدا. هذا هو التخمام اللي ما يخليكش تستقل، باسكو واحد اللي مسكين يبدا يحوس على خبزه هكذا يعني. بون راني نهضر اون جينيرال، انا اللي يحوس على خبزه بصحته ربي يعاونه. مي خويا
كان عندك اوبجيكتيف ما لحقش الاوبجيكتيف حط الاستقالة ديالك. اذا نروحوا لعلي بن شيخ، لماذا لا نملك ثقافة الاستقالة يا علي يا بن شيخ؟ لماذا ولات ما عندناش هالثقافة؟ لان الناس تحترمك لما تجي تقول انا جيشوي سمحوا لي نعتذر اقدم استقالتي، بالك يجي واحد احسن مني يدير الاحسن وخلاص. علاش توجو حنا عندنا هذيك تاع نستنى بالك؟ حبيت نسقسيك تتبع مليح الشيء هذايا. نبيل معلول لعب شويه فوتبال بيان، لعب كوب دي موند، لعب كوب دي موند عمبالي شويه، خاطرش كاين اللي لعبوا شويه عمبالهم لعبوا، كاين اللي كوب دي موند، كوب دي موند وعنده العزه درب المنتخب التونسي ديميسيونا فلالي برك مازال الروتور. واحد اخرين يهفوا يقول لك نو مازال الروتور اون فوا، على باله بلي لي كاروت سون كويت، حط لا ديميسيون. وهاتي تدخل في الشخصيه تاع الانسان والعزه تاعو، الشخصيه هي العزه، فهمت؟ اللي ما عندهمش بزاف ناس ما عندهمش لي شاك، قلتها لكم قبيل ولا باناليزي كونت يا دي زي شاك، و لا فيديراسيون تاعك ولا الكلوب تاعك ما يحبسكش، صادير ولات دخلوا للشعب الجزائري ثقافه ثقافه رداء، ثقافه الدل، ثقافه الدل، قبلوا الخساره وكذا بصح هي قعد، والناس تزيد تطلع للسطات تقول لك واش تحب كارداوه، باش شفتي دو كوتي ما كاش حاجه ما تمشي. هذه تدخل في شخصيه الانسان، لي شاك ولا باناليزي. الله يسهل على كل واحد. نبيل معلول ديميسيونا فلالي، شوف الرجاله رقراقي واش قال لهم؟ كون ما نلحقش، كون ما نلحقش لا 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 كوب دافريك، قال لهم لازم نلحق، لو كان تيليمينا في دومي فينال ما نعاودش نولي حتى المغرب، استقيل قال لهم قدم استقاله. شكون هذا؟ رقراقي وليد. وين لحق رقراقي هذا؟ وكان يلحق دومي فينال كوب دافريك في نوفمبر في كوت ديفوار في شهر جانفي، سي تاني شك ما لازمش تيليمينا في دومي فينال. هذا اللي دا المروك دومي فينال كوب دي مون في قطر، وهذا اللي البرازيل تكا عليها، قال لهم لو كان ما لحقش دومي فينال نحط لا ديميسيون لتم خلاص. نغلقوا اذا هذا الملف وملفات تصريحات الاسبوع قبل ما نروحوا لكاس افريقيا اقل من 17 سنه. مباريات النصف النهائي لعبت او تلعب اليوم، لعبت على الساعه 5 وتلعب في هذه اللحظات في هذه الاثناء، في حين الجزائر غادرت في الدور ربع نهائي رغم اننا نظمنا الدورة في بلدنا. نروح لفاصل إشهاري، نعود بعد ذلك لمواصلة حصة 100% فوت.